المخاطر. بغض النظر عن ثقتك في نجاح التداول، جميع الاستثمارات تحمل مستوى معين من المخاطر. السؤال هنا، ما مدى المخاطر التي أنت مستعد لتقبلها؟ إذا كان مستوى المخاطر فوق المستوى الذي أنت مستعد لقبوله، إذن فهي صفقة خطرة ومن الأفضل لك الابتعاد عنها. أما إذا كان مستوى الخطر مساوياً أو أقل من المستوى المقبول، فيمكنك الاستثمار في تلك الصفقة عندما يكون مستوى الخطر مرتفع ولديك رغبة في الصفقة. فهذه علامة على أن العواطف مسيطرة بقاعدة ذهبية هنا. دع معرفتك وليس عواطفك هي ما تتخذ قرارات تداولك.